جويلية 1987، لوس أنجلوس كاليفورنيا. البوليس يلقاو واحد الصباح الجثة ديال واحد البنت، كانت مليوحة في وسط واحد الغابة، لقاو ميتة مقجوجة وفيها علامة ديال الاغتصاب. وفي سبتمبر 1987، يعني 3 شهور بعد الجريمة الأولى، البوليس يلقاو واحد جثة أخرى ديال البنت، حتى هي كانت مقتولة بنفس الطريقة، غير هاد المرة مقطعين لها يدها ورجليها ومليوحين بعاد شوية، واحد 4 ولا 5 متر. في مسرح الجريمة البوليس ما يلقاو حتى شي أنديس اللي يقدر يوصلهم لهاد السيد اللي تيقتل، ولكن خرجوا بواحد الاستنتاج بلكن نفس السيد هو اللي قتل جوج ضحايا، واخا الطريقة ديال القتيلة كانت مختلفة. ومن بعد 3 جور أبان ويبان لهم واحد جوتة أخرى ديال واحد البنت، هي نفس لاج ونفس لا سيتوياسيون، ملوحة حتى هي في هاد الغابة. وغادي يخرجوا بواحد الاستنتاج آخر بلا هاد القتال اللي تيكون مزروب، تيقتل الضحايا ديالو تيقجهم، تيغتصبهم تيقجهم وتيلوحهم في الغابة، واللي ما تيكونش مزروب تيتفنن فيهم وتيبدا يقطع لهم يدهم ورجلهم. هاد لي تروا زافير نعدو عليهم الصحافة، غادي يخلقوا واحد الجو ديال الرعب وديال الخلعة. هاد العيالات كاملين اللي ساكنين في لوس أنجلوس ما بقات حتى شي وحدة قادرة تخرج، وعارفين اللي تنوض الصحافة لشي دوسي، البوليس هو تيتاكتيفا وتيدير خدمته، وتما كيتشد أكبر قتال متسلسل عرفاتو الميريكان في ليستوار ديالها كاملة. كان سميتو ساميول ليتل، ولي تعرف عند الصحافة بالبيكاسو دي كريم، حيت كان رسم الضحايا ديالو كاملين ملي كان مشدود في الحبس. هاد ساميول ليتل ولا البيكاسو دو كريم غادي يتشد من بعد 23 عام، واليوم انا عاود لكم القصة ديالو. لكان تهمك في حالة القصص هادو ما تنساش دير لايك وتشارك في القناة، ومشينا. في لونكيت ديال البوليس قبل ما يشدو هاد ساميول ليتل، اكتشفوا بلا العامل المشترك بين هادوك العيالات كاملين اللي ماتوا كانوا من الافارقة ديال الميريكان، وكانت لا سيتوياسيون الاجتماعيه ديالهم متدهوره بزاف، كانوا مقتولين بنفس الطريقه، وتا داك لادين ديال ساميويل كان موجود في هذوك الجرائم ثلاثة. المشكل الكبير اللي لقاو البوليس هذاك لادين ما بقاش معروف عندهم، يعني هذاك السيد اللي تيقتل عمره ما داز عند البوليس ولا عمره كاع ما تشد في الحبس. هذاك المشكل ديال لادين غادي يوقف لونكي ديال لابريغاد ديال لوس أنجلوس قدام واحد الحيط. كان عندهم لادين ولكن في الفيشي ديالهم ما كاين حتى شي واحد مطابق مع هذاك لادين، كانوا مرغومين يسدوا هذاك الدوسي ماشي دي فاصون ديفينيتيف، ولكن يتسناو ما تعرفش نار يبان شي واحد لادين ديالهم مطابق ويحلوا الدوسي ديالهم. وساتو هذاك ساميول ليتل ما بقاش يقتل البنات، حبس لاكتيفيتي ديالهم بعد هذوك ثلاثه الجرائم من 1987. قالت هاد لونكيت مسدوده 23 عام، حتى واحد النار غادي تحل، وتحل بواحد الطريقه عجيبه. في 2012 في واحد البلاصه مودره في الكنتوكي كان واحد الهوم ديال لي هومليس، هادوك لي اس دي اف كما تعرفوا في الميريكان كاينه واحد الكوميونيتي ديال السود بزاف اللي عندهم مشاكل مع البروبليم ديال لا دروغ ولا ديال الكراك، وداك الهوم كان ديما تينوض فيه الصداع، وكان ساكن فيه هذاك ساميول ليتل واحد العامين ولا 3 سنين تماك، وديما جاب معاهم المشاكل. واحد النهار كان تيبيع الكراك لهذوك صحابو، وشحال مره دوا معاه هذاك الشاف ديال الهوم ما تيبغيش يعيطوا ليه البوليس. واحد النهار غينوض معاهم الصداع ويبدا يهرس في هذوك الطواب اللي كاينين تماك، الور كانوا مرغومين يعيطوا ليه السيرفيس ديال البوليس ديال الكنتوكي. هو كان عارف راسو غادي يخرج من بعد 24 ساعه، لان هذوك اللي هم ليس اللي عندهم مشاكل مع المخدرات يلا تديهم البوست ديال البوليس تيديروا لهم ديغريز مور 24 ساعه ولا 48 ساعه، وني تيصحى تيخرجوه. كسر عليهم البشر، وهذيك لا كوميونيتي ديال السود بزاف منهم اللي مبلين بعد الكراك. دونك ساميول ليتل اللي جاو عنده البوليس لهذاك الهوم ما دار لا مقاومه لا والو، عطاهم يدير ركبوا ليه المينوط وداهم. كان عارف راسو غادي يخرج من بعد 24 ساعه. ملي غيداو البوليس البوست في 2012 كانت تبدلات لا بروسيدور، ما بقاوش حتى يجي تيسيني على الاقوال ديالو تيخرج، ولاو تيديروا ليه دي بريز دو سون، ولاو تياخذوا لا دي ان وتيصوبوا الدوسي ديال اي واحد تيدوز عندهم تماك. دونك نقضوا مع هاد المسائل كامله، دخلوا لا دي ان في لا باز دي دوني اللي عندهم في امريكا اللي هو الفيشي سنترال امريكا، وتماك غادي يضربوا الجاك بوت، غادي يخرج لا دي ان ديالهم مطابق على هذوك ثلاثه الجرائم اللي داروا في 1987 ديال هذوك ثلاثه البنات اللي لقاو الجثه ديالهم في الغابه. وكان لا دي ان ديالو تماتشا ب 100%، يعني ما كانش شك بلا كان هو القاتل المتسلسل ديال 1987. وفي هذيك السيمانه يتحل الدوسي عاوتاني من جديد،
اللي كانت تسد في لوس انجلوس في 1987. البوليس ديال لوس انجلوس يطلبوا من لي كوليك ديالهم ديال كونتيكي باش يصيفطوا لهم هذاك سامويل ليتل. كان عندهم بزاف ديال التساؤلات وكان خاصو يقال على دوك لي كريم كامل اللي دار. ني لا بريغاد ديال لوس انجلوس داروا اول انترتيا مع سامويل ليتل. كانوا تيتسناو بلا يكون واحد الشخص تريز انتيليجون، هذاك البروفيل تيب ديال لو تيور اون سيري. كان قدامهم واحد الانسان غبي تيقتل سون بريكوسيون، ما تيدير لا ليغات لا والو، وتيخلي لا دي ان ديالو في لي سين دي كريم كاملين. الحاجه الوحيده اللي كانت تطيح ليه في راسو ملي تيسالي مع الضحيه ديالو، تيقصد اول كار ولا شي ستاسيون ديال الكيران، تياخد تيكي وتمشي لولايه اخرى وتعاود من جديد عاوتاني الجرائم ديالو. ملي داروا لونكيت مع داك سامويل ليتل مسح لهم السما بليغا، قال لهم هادشي اللي تدويو ليا عليه عمري ما عشتو، وهاد العيالات هادو عمري ما شفتهم، وتا هاد لوس انجلوس عمري ما حطيت فيها رجليا، اول مره غنزورها وغنزورها بغير الاراده ديالي. هادوك لي زونكيتور تاع لوس انجلوس كانوا عندهم المعطيات كامله باش يصيفطوه للحبس ويصيفطوه للمؤبد، ولكن كانوا باغيين اعترافات. وسامويل ليتل بقى ساد فمو، ما قال لهم حتى شي كلمه، دار السياسه ديال الصمت. سامويل ليتل غيدوز عامين ديال التحقيق ولا يدوزو للمحكمه اوتوماتيكمون غياخذ المؤبد. كلهم الدلائل كانوا ضده، وكان هذاك لاديان مطابق مع ثلاثه ديال الحالات اللي قتل. ملي تحكم بالمؤبد هذوك لي زونكيتور اللي كانوا مسؤولين على لافير في لوس انجلوس ما كفاهمش هذا العقاب، جاهم تساؤلات كبيره وما بغاوش يسدوا هذاك الدوسي ديالو واخا خدا المؤبد. قالوا كيفاش واحد الانسان في 1987 قتل ثلاثه ديال البنات وشدينا في 2012، يعني تقريبا بين 22 حتى 23 عام، غيكون قاتل فيها بزاف ديال عباد الله. دوك ما هما ما كانش عندهم واحد المعطيات كبيره باش يقدوا يجبدوا هذوك لي كريم كامل اللي دار اللي هما ما عارفينهمش. كانوا مزومين يصيفطوا الدوسي ديالو للاف بي اي، تما كاينين واحد لاسيليل سبيسياليزي في الكريمينولوجي. الاف بي اي هذيك الساعه كانت متقدمه او نيفو لوجيسيال. في 2012 كان عندهم واحد لوجيسيال سميتو بيغا، هذاك اللوجيسيال بيغا تتعطيه معلومات، يعني تتاخد شي قاتل متسلسل السميه ديالو وليفي اللي دار والطريقه كيفاش دار هذوك ليفي ولادين اللي كان عنده لادين، تيشدد المعلومات كاملين وتقارنهم في ظرف ثانيه مع لي دوسي كاملين اللي كاينين في امريكان كامله، ولا خرجت ليه شي جريمه مطابقه مع هاد الجرائم هادي تيخرجها لك وتعطيك ان بورسونتاج، يعني لو مود اوبيراتوار واش كانت مخنوقه، الطريقه كيفاش تقتلات بالموس. اون فيت كان واحد اللوجيسيال ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال اللي 2012 كانت الامريكان خدامه بها. هذاك اللوجيسيال بيغاب ملي دخلوا ليه المعطيات غادي يخرج لهم واحد الجريمه جديده، واحد الجريمه طرات في 1994 في اوديسا في الولايه ديال تكساس، حتى هي نفس البنت مات بنفس الطريقه ولكن ما كانش لا دي ان. وكما تتعرفون ما كانش لا دي ان، الامريكان تتامن عبر الحجوج والحجه. دونك كانوا عارفين بلي هذاك سامويل ليتل غيكون قتل هذيك البنت في اوديسا ولكن ما كانش عندهم لا دي ان، دونك بالنسبه لهم ما كانوش قادرين كاع يتابعوه. الحاجه الوحيده اللي داروا هي مشاو عندو للحبس وحاولوا يسولوا على هذاك لو ميرت اللي طرا في اوديسا، عطاو لي ديتاي كاملين ولكن هذاك سامويل ليتل ما حاجب واحد ما هزوش، بقى تيشوف فيهم بحال تيدواو ليه على شي حاجه ديال الخارقه للعاده. قال لهم هاد البنت ما تنعرفهاش وحتى هذيك اوديسا اللي في تكساس عمري ما حطيت فيها رجلي. دونك هنايا الاف بي اي طاحوا قدام واحد المازق كبير، لان متاكدين بريسك 80% بلا سامويل ليتل هو اللي دار هاد الجريمه، ولكن السيد ما باغيش يهضر ودوت لي فاسون ما عنده ما يخسر لان كان ديجا عاطين المؤبد. فهاديك القيته في الميريكان كان واحد السيد سميتو جيمس هولاند. هاد السيد من النوع ديال لي كوبوي رانجرز، عرفتي هادوك الناس اللي تيضربو الطراباش و تيضربو لي سونتياغ، وكان معروف عليه في الميريكان كامله فيما تيوقف قدام شي مجرم تيدخل ليه في العقل ديالو مهما خدا الوقت، يقدر في ساعتين في سيمانه شهر شهرين، فيما عطاو شي ميسيون ديما تيخرج رابح من هذيك لا ميسيون. وداك كان عنده واحد الكوتي بسيكولوجيك اللي تيعرف يتعامل مع هاد القتله المتسلسلين. في الاف بي اي لونكيت ديالهم دخلات في الحيط، لان هذيك الجريمه اللي طرات في اوديسا ما كانش فيها لادين، دونك المحكمه ما قبلاتش لهم الدوسي باش يتعاود يتحاكم على هاد الجريمه الجديده. ايزيتي اوبليجي كان خاصهم اعترافات، ومشاو بزاف ديال لي زاجو عند هذاك سامويل ليتل، وكما قلت لكم في الاول دار السياسه ديال الصمت. دونك في الاول كانوا واحد الانتقادات بزاف اوسان ديال الاف بي اي، بزاف ديال الناس قالوا حنايا واحد المنظمه كبيره ما غاديش نعيطوا على واحد
من التكساس سيرتو ان رانجر ستيل بس دي سانتياغ باش يحل لنا المشاكل ديالنا. ومن بعد بزاف ديال المفاوضات قرروا يعيطوا عليه وقالوا دو توت لي فاصون ما كان عندهم ما يخسروا. وتا هذاك سامويل ليتل هو ما كان عنده ما يخسر، يعني يهضر ولا ما يهضرش راه ديجا عنده المؤبد. دونك ايزون في ابيل هذاك جيمس هولاند، واول مره غادي يتلاقى مع سامويل ليتل غادي يتعامل معاه بواحد الطريقه عاديه، يعني باقي ما دخلش في اوفيف دي سوجي. جاب دا تيسولو اوتوماتيكمون دين فاسون اوتوريتار، تيهضر معاه بحال تيهضر مع شي بوليسي، ولكن دار واحد الخطا كبير. هذاك سامويل ليتل كان واحد الراجل من هذوك الافارقه السود، وتيبان قدامه بلا واحد السيد بيض ولابس طربوش وسانتياغ، يعني الي اوزونتيبود ديال الطريقه كيفاش يفكر هذاك العزيز الامريكاني. دونك عارفين هذاك الشيء ديال الراسيزم، دونك شنو دار؟ ما جاوبوش، بقى ساكت، تعامل معاه بنفس الطريقه اللي تعامل مع الناس ديال الاف بي اي. وخرجت كلمه واحده من فمو، قال لهذوك لي غارد بغيت نرجع للسيلول ديالي. دونك اللقاء الاول ديال جيمس هولاند مع سامويل ليتل كان كاتاستروفيك، ما عرفش كيفاش يتعامل معاه. ولكن هذاك السيد هذاك الرانجرز ما كانش معروف على والو، كان عنده بزاف ديال لي كارت في يديه. دونك غادي يستعمل معاه واحد لغه الحوار جديده. اول حاجه دار هذاك جيمس هولاند، مشى للبيرو ديالو وخدا لي زانفورماسيون كاملين من عند الاف بي اي ديال الحياه ديال هذاك سامويل ليتل. ما يمكنش يكون حوار مع واحد القتال متسلسل لما كنتيش تعرفو مزيان. هو الدخله ديالو دخل ليه في لونفونس ديالو، كان خاصو يعرف عليه كلشي باش يعرف واحد الكوتي ديالو اللي يقدر يشدو منه. الحياه تاع داك سامويل ليتل كانت شبعانة بؤس. اول حاجه عمر ما يشوف باه، ثاني حاجه ني غيتولد مو غتولدو في الحبس لان كانت مشدوده ديك الساعه، وثالث حاجه غادي تموت ليه مو باوفر دوز. دونك تخيلوا معايا ان بروفيل بسيكولوجيك ديال واحد الولد عاش هاد لي زيفينمون كاملين. دونك جده اللي غادي تكون هي اللي رباتو، كما تعرفوا في امريكان ديال الخمسينات والستينات كان بزاف ديال الراسيزم. دونك جده رباتو في واحد الكيتو اللي عايشين فيها عوازة وعايشين بواحد الطريقه خايبه بزاف. واحد ثاني كانت عنده 16 عام غادي يحل باب دارهم وياخذ تيكي ديال واحد الكار، وعمره ما بقى يشوف جده ويولي عايش جوال في امريكان. الحلم الوحيد ديال هذاك سامويل ليتل كان باغي يولي بوكسور، وباغي يولي بوكسور بروفيسيونيل. دونك هاد الشيء كلشي غيتحطم ليه فين كانت عنده 19 عام. تتعرفوا في الظروف اللي كان عايشها، تلاقى مع شي ناس وتا هما عندهم علاقه مع البوكس، ولكن في هذاك لونفيرونمون كامل ما يمكنش تلاقى مع ناس مزيانين اللي يقدروا يطلعوك الفوق وتلعب لانترناسيونال. تلاقى مع واحد الجروب اللي دخلوه تيدير دي كومبا ليغو، وكما تتعرفوا تتبليسات تلعب بلا ليغات بلا والو، وبروفيتاو منه بزاف وخداو على ظهرو بزاف ديال الفلوس، ونين تضرب بارتو في وجهو داكشي لاحو الزنقه. دونك فوز ايماجيني كيفاش بنادم تتحطم ليه الشخصيه ديالو، واحد الطفوله بائسه، ومن تيبان لك واحد لا لور ديال الاسبوار تطيح مع الناس اخرين اللي تيحطموك وتضربوك بالضربه القاضيه. في اللقاء الثاني هذاك الكوبوي جيمس هولاند غادي يبدل لغه الحوار، صافي تستراسات عنده الطريق وعرف كيفاش يدخلو. كان باغي يتعامل مع اوتون كامي، يعني باش تربح لاميتي ديال شي واحد ما تدارش ساعتين وثلاثه تسوايع. هو كان عارف شغلو وكان قال لخدات الوقت عام غادي ياخذ عام. دونك دخل عنده هز واحد جوج بيتزات وهز معاه واحد جوج مشروبات سي دي صودا. هذوك لي صودا كانوا معروفين في الامريكان سميتهم دكتور بيبرز، شبعانين السكر، وهذوك الافارقه اللي عايشين في الامريكان عزيز عليهم لي بواسون سكري. دونك حط ليه البيتزا ديالو وكل واحد خدا طرف، وبداو تيهضروا في مواضيع بعيده على داك سامويل ليتل ولا الحياه ديالو. في الاول تصادم معاه بواحد الصمت مع الاخر ما تيجاوبوش، لان كوميم جالس على ديفونسيف وعرفو جاي باش يقال ليه على شي جرائم دارهم. ولكن هذاك الكوبوي جيمس ما نسى داك الموضوع ديال الاقتلات وديال لي زونكيت ولا شي حاجه، بدا تيدو معاه في الميريكان ديال لي زاني 60 ولي زاني 50، هذاك لاش دوري ديال الميريكان. سافري لوتر اللي عاش في هذيك الوقيته اللي كان دار فيها البوكس ودار فيها بزاف ديال الحوايج، وبقى تيجي عنده يوميا، كل مره تيجي هاز بيتزا، مره هاز همبرغر ولا شي حاجه. اون فيت لو بوت من هاد الاستراتيجيه هادي ماشي يعاود ليه على الجرائم ديالو، بغى يولف هذوك اللقاءات ديالو، لان اول حاجه فيهم ماكله زوينه، ثاني حاجه ما تيكونش في هذاك الجو ديال الحبس
كعارفين الحبس في امريكان واز حاطينهم بعضياتهم. دونك كان واحد المتنفس ديال هذاك سامويل ليتل اللي تيخرج عند هذاك الرانجرز تيريح مع 4 السوايع 5 السوايع الماكله تيكمي مع راساتو تيشطو مواضيع وان بلوس ما تتطرقش معاه المواضيع ديال اللي جاي على قبلهم. دونك كسبت الثقه ديالو شويه وباش عرف بلي كسبت الثقه ديالو واحد النهار ما جاش عنده راه دازو شي شهور فحال هكا شي شهرين تيجي عنده يوميا ما جاش عنده تماك والاخر ولف. دونك بدا بدا تيسول هذوك الحراس واش هذاك الرانجر غيجي اليوم علاش ما يجيش وبقاو تيشوفوه من في الكاميرات وداكشي بلا كان تيمشي في لا سيلول كان منيرفي صافي ولف بلا لقى واحد الانسان واحد الصديق تي عفوا لقى واحد الصديق تي تيتصنت ليه هو الوحيد اللي تيفهمو لان كوميم الاخر درس ليه الشخصيه ديالو وعرف كيفاش يتعامل معاه. واحد الصباح هذاك جيمس هولاند غادي يجيب معاه دو ستاربك وكما العاده غادي يبقى يتصنت لهذاك سامويل. واحد الساعه غادي ترى واحد الصمت والاخر غادي يضرب واحد الجغمه من هذاك ستاربك ويبقى يحك في راسو وتماك غادي يمشي معاه في واحد سوفينير بعيد وحده من بزاف اللي قتل غادي يعترف ليه كيفاش قتلها. قال لي وقفت واحد النهار الطوموبيله ديالي في واحد البار وكنت شاعل واحد الكارو وتبان لي واحد المراه عندها شي 40 عام بحال هكاك وكانت زوينه في وجهها كانت خارجه من داك البار وبقات واقفه قدام الطوفوار وانا مشي عندها قلت لها عندي الفلوس وعندي لا دروغ لا بغيتي ندوزو شي سواري زوينه وداها معاه لواحد السيمتيار جلسوا تماك بقاو تيتضروقا بجوج واحد الساعه غادي تنعس معاه بالاراده ديالها ومن بعد غادي يبقى يشوف فيها واحد الشوفات ويبقى يدوز يدي على العنقه وبانت لها فحال شي قاتل متسلسل. قالتها ليه عبد الضحك قالت ليه عينيك تتشوف فيها بواحد الطريقه غريبه وتماك غادي يقتلها في هذاك السيمتيار. هذاك لورونجيس ما داش فيه فعلا تيعاودي على شي سوفينير عادي ولا بالنسبه ليه واحد الصديق يقدر يبوح ليه بجميع الاسرار ديالو. هذيك الساعه ما خلاش يكمل القصه ديالو وهادشي كان داخل في استراتيجيه اللي كان دار هذاك لورونجيس. قال لي عندي واحد رونديفو خاصني نمشي دابا كان حس بيه بلا هذاك سامويل لقى البليزير باش يعاود ليه القصص ديالو وني مشى هذاك سامويل ليتل حس بواحد فحال كان خاصو يعاود لشي واحد والوحيد اللي كان يعاود ليه هو هذاك الصديق ديالو. دونك ني داو لا سيليل ديالو وبقى مرون واحد اليومين فحال هكاك ما داش عنده كان حاس صافي خاصو يبدا يبوح بالاسرار ديالو كامله وني نال مع اخر لقاء غادي يبوح ليه بالجرائم كامله. ني كانت الكاميرا تتصور والناس ديال الاف بي اي تيتفرجوا باح ليه بعشرة 20 30 40 80 بزاف ديال الاقتلالات كل وحده وكيفاش تعطي لي ديتاي ديالها كاين اللي غليظه كاين اللي رقيقه كاين اللي عجباتو وتما غيبوح ليه باكبر سر عنده هو النهار الاول اللي غيقتل. كان في 1970 كان تلاقى مع واحد المراه هو خداز بزاف ديال الوقت عاود ليه لي ديتاي فريمون فحال عاش هذيك اللحظه يلاه البارح. قال لي كانت واحد المراه زوينه وكانت لابسه واحد الكولي وشرح لي ميم لو كولي ديالو ديالها كيفاش داير والريحه اللي كانت دايره. قال لي من بعد هذيك المراه عاد عرفت راسي بلا انا غادي يكون واحد لو تيرون سيري حسيت بواحد لو بليزير اللي ما تيحس به حتى شي واحد وعرفت راسي عمري ما غادي نقطع هاد لاكتيفيتي اللي تندير. دوك هذاك الرانجر اللي غايشوفو اخر مره غادي يقول لي ما كرهتش ترسم لي هذوك العيالات كاملين اللي قتلتي سا سخي فريمون اون بون شوز نتقاسم معاك هاد لافورماسيون. وذاك سامويل ليتل كان مسطي عطاه واحد لي كرايون دو كولور ودوز شي سيمانه جالس يرسم في هذوك العيالات كاملين وتلصقهم في لا سيلول ديالو. لين خرج هادشي للصحافه شعلات واحد العافيه كبيره بزاف في الميليو ديال لابوليس ديال لوس انجلوس كيفاش واحد قاتل من 1987 حتى 2012 وعمر البوليس ما تدخلو وخلاه يقتل اون توت امبونيتي هاد لا بيريود كامله. هاد لافير غتوصل عند واحد لا جورناليست خدامه في نيويورك تايم كان اخر لقاء داروا هاد سامويل ليتل مع شي واحد خارج من هذوك الناس ديال الحبس. كان مشات عنده بغات تعرف كيفاش قتل هاد الناس كاملين وكيفاش ما تشدش مع العلم هو واحد الانسان ما كانش يستعمل ليغات ما كانش تيخلي لا دي ان ديالو بارتو ودونك بغات تبيرسي لو سيكري ديالو. والاجابه ديالو كانت واحد الصاعقه قالها اني كنت افون في لي زاني 80 تنقتل العيالات كنت لقيت بك انتيا في شي غابه وما كاين حتى شي واحد ما يمكنش نقتلك. وني سولته قالت لي علاش قال لها ما يمكنش نقتل وحده عندها واحد لورون سوسيال طالع اول حاجه البوليس غادي ينوضوا قيامه باش يلقاو هذاك اللي قتلها وغادي تحركوا بزاف ديال الجهات. انا كنت نقتل الناس اللي فحالي الناس اللي ما المجتمع ما عنده ما يدير بهم دي فام دروغي هذوك اللي خدامين في التروطوار. دونك ني تنقتل حتى شي وحده وتنلوحها في شي بلاصه
تيشوفوها البوليس ما تلقاوش عندها شي معطيات يعرفوها جانكي، ودونك لافير تتكلاصا. وبهذه الطريقه قدرت نقتل حياتي كامله بلا ما يشتني حتى شي بوليسي وبلا ما يشك فيها حتى شي واحد. ملي تسد ديفينيتيفمون الدوسي ديال سامويل ليتل، كان قاتل 94 مرة وفي 14 ولايه. الاخوان، هنا سالت القصه ديالنا مع هذا القاتل المتسلسل. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وشي كومونتير زوين، ونخليكم مع فيديو جديد بتات قاتل متسلسل اخر. كان معكم رشيد من قناه بريغابين، والى الحلقه القادمه.